يستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس السبت اكثر من مليون ومائه وخمسه وخمسين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليونا وسته وتسعين الف شخص فيما حصل على الجرعة المنشطة من اللقاح نحو 267 ألف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيمات للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية